فشل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن تمديد برنامج المساعدات الحالي، واتفق الوزراء الذين اجتمعوا في بروكسل على مواصلة المحادثات الاثنين المقبل. وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكس قلل من أهمية فشل اجتماع اليوم، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق الاثنين المقبل. لم نطلب تمديد برنامج المساعدات، أطراف عديدة ركزت على قضية ضرورة تمديد البرنامج الموجود حاليا. شرحنا لهم أننا انتخبنا لأننا كنا نشكك في جدوى هذا البرنامج من الأساس. من جهته قال رئيس اليورو جروب يورون ديسلبلوم إن المجتمعين فشلوا في صياغة بيان مشترك حول المراحل المستقبلية. كان طموحي في التوصل إلى اتفاق حول المراحل المستقبلية للأيام المقبلة حتى نستفيد من الوقت ونحقق المزيد من التقدم بين اليوم والاثنين. للأسف هذا الأمر لم يكن ممكنا، إذن سنواصل محادثاتنا الاثنين ونمضي قدما بداية من ذلك اليوم. مراسلة قناة يورو نيوز في بروكسل تقول الأضواء الآن مسلطة على قمة الاتحاد الأوروبي الخميس، حيث تتوجه الرسائل السياسية من أعلى مستوى. اجتماع اليوم أظهر أن الاختلافات بين الطرفين لا تزال عميقة وأنهما في حاجة إلى الكثير من التنازلات لتخطي الهوة.